شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية شهد الدورة الثانية من مبادرات حلول شبابية والتي تستضيفها مملكة البحرين بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع مركز الشباب العربي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي أقيمت بمركز المحرق الشبابي النموذجي. وقد حضر الفعالية سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة ومعالي شمة بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مركز الشباب العربي. وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن اعتزازه بما تشهده العلاقات البحرينية الإماراتية من تعاون وثيق، وأكد سموه أن احتضان البحرين النسخة الثانية من مبادرة حلول شبابية والذي أطلقه مركز الشباب العربي التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يؤكد على عمق العلاقات التي تربط البلدين، مضيفا سموه أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد اتخذت خطوات واضحة لدعم وتمكين الشباب في جميع المجالات، وذلك انطلاقا من إيمانهما الراسخ بأهمية احتضان الشباب لإبراز طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية، مشيرا سموه إلى أن تلك الخطوات الهامة قد انعكست بصورة إيجابية على تحقيق الشباب لمعدلات نجاح كبيرة في مختلف الميادين، فضلا عن بروز مواهب في مجال الإبداع والابتكار. وقد أشاد سموه بهذه المبادرة التي أطلقها مركز الشباب العربي، مؤكدا أن الإمارات سباقة في إطلاق مثل هذه المبادرات التي تعنى برعاية ودعم الشباب العربي، متمنيا سموه التوفيق لهذه المبادرة. وأبدى سمو الشيخ خالد اعتزازه بالشباب البحريني الذي عمل على تقديم مشاريع خلاقة ومبتكرة في مختلف المجالات وتقديم حلول مناسبة للعديد من التحديات. للنهوض بالاقتصاد الوطني بمشروعات مبتكرة لتكون محركا رئيسا مستداما للأجيال القادمة، وقيمت الدورة الثانية بمركز شباب المحرق النموذجي من مبادرة حلول شبابية التي ينظمها مركز الشباب العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعددا من الوزراء والمسؤولين بالمملكة والإمارات العربية المتحدة، وذلك لتمكين الشباب من استكشاف أفضل الأفكار وأكثرها فعالية. احنا عندنا توجيه واضح وصريح من سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، هو ان احنا نركز على تمكين الشباب واستثمار قدرات الشباب واستثمار طاقات الشباب. هذا احنا قاعدين نسويه في اكثر من برنامج، لكن لو تلاحظ ان جميع البرامج اللي متعلقه بوزاره شؤون الشباب والرياضه هي مركزه بالكامل على تمكين الشباب. اليوم هالتعاون مع مركز الشباب العربي برعايه سمو الشيخ منصور لاطلاق الدوره الثانيه لمبادره حلول شبابيه، مبادره وايد مهمه لان تركز على ان الشباب عندهم منصه لطرح افكارهم وطرح ايضا مبادراتهم او شركاتهم، ونجمعهم ونكون حلقة وصل بينهم وبين الحكومات، وكيف يقدرون يحلون مشاكل وتحديات تتواجههم عن طريق شركات ناجحة تدعم الاقتصاد المحلي. إن كان هناك شيء علينا أن نحن نواصل فيه هو أن نواصل في كل يوم نبني قدرات هذا الجيل من جيل الشباب، في كل يوم نبنيهم أن يكونون أهل للمسؤولية، أهل للثقة، ونبنيهم أن يكونون هم بناء للوطن. وتساهم هذه المبادرة في توفير الفرص المثالية للمبدعين والمواهب الشابة لبناء شبكة علاقات واسعة مع نخبة من صناع القرار، وذلك لعرض أفكارهم الإبداعية وإحداث نقلة نوعية تسهم في تعزيز مكانة البحرين المرموقة في هذا الشأن. هذا أكبر دليل أن اليوم الشباب البحريني قادر
على أن يكون موجود على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي. المبادرات اللي صارت اليوم الست كانت متميزة جدا، واليوم كانت رسالة يعني واضحة أن الاستثمار الحقيقي هو في المواطن نفسه، واليوم التجارب اللي طبقت وشفناها كانت فيها تميز، وفي نفس الوقت اليوم احنا ممكن قادرين أن نكون رواد ونمثل البحرين خارجيا. تطبيق تمرن هو تطبيق رياضي بحت يستهدف فئة الشباب، الشباب العربي والشباب الخليجي بالتحديد، عن طريق تمكينهم ومساعدتهم في البحث والحصول على شتى أنواع الملاعب الرياضية، الأنشطة الترفيهية، وكذلك المناسبات الرياضية المتواجدة في الوطن العربي والخليج. الفكرة هي بسيطة، تنزل التطبيق، تختار الرياضة اللي انت تبيها، تحصل كل الخيارات الموجودة، تقدر تشوف متى المكان متوفر، كم الأسعار، وتقدر تحجزه. الحمد لله حصلنا المركز الثالث. فكرة المشروع أن احنا نهدف إلى تهيئة بيئة هندسية ملائمة لمستخدمين الكراسي المتحركة، بحيث أن احنا نعطي استشارات وتصميم شلون احنا ممكن نهيئ المرفق ونحوله من مرفق غير صديق للكرسي المتحرك إلى مرافق صديقة للكراسي المتحركة. وتستعرض هذه المبادرة أفضل الحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه الشباب في دعم الاقتصاد، لكونهم الركيزة الأساسية في بناء الوطن، وذلك عبر تحويلها لفرص حقيقية من خلال توفير البيئة الملائمة لهم في مختلف المجالات، ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية المستدامة. التقاء للراء الشبابية المبدعة لاستكشاف أفضل الأفكار من خلال الحلول المبتكرة لتمكينهم من تحقيق آمالهم وطموحاتهم، والمساهمة في تحفيز هذه الطاقة الشابة عبر مبادرة حلول شبابية من دخول عالم ريادة الأعمال. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.